ابقي على اطلاع بالمشاكل الصحية الشائعة التي قد تحدث لك خلال حملك. سيساعدك هذا على الوقاية من أي مخاطر خلال رحلة الحمل والحفاظ على سلامتك وسلامة طفلك. حمض الفوليك هو فيتامين تتناولينه خلال الحمل للوقاية من شوائب الولادة المؤثرة على نمو أعضاء الجنين كالدماغ والنخاع الشوكي. ممارسة الرياضة بانتظام تساعدك على تجنب مشاكل في الحمل وستبقي طفلك في صحة جيدة. كما أن النوم مهم لكل الناس وبالأخص للنساء الحوامل. حاول النوم لمدة 8 ساعات كل ليلة للتقليل من أي صعوبات وضغوطات خلال رحلة حملك. طفلي يساعدك على تعقب نشاطك وفيتامينك ووزنك ونومك وأكثر للحفاظ على صحتك وسلامتك. حملي طفلي اليوم.